أكثر ما يعصر قلبي أن تدخل العناية مركزة ثم تنظر إلى شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم. الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب. تدري ايش معناها؟ اكيد ما ندري، لان ما خلاني الله واياك او احد ابنائنا او احد افراد الاسرة عندك في البيت يكون ما عنده لعاب. اقسم بالله ان طالعة تبكي، تريد كلمة تبكي، يبغى يطلب منك شيء انت تبكي. ايش يعني؟ تدري ايش معنى ما لو ما عندك لعاب؟ قالين كذا ما يقدر يتكلم، لو تكلم تشققت الجوة كلها، ما يقدر ياكل. والله يا جماعة ما يقدر يتنفس، ان النفس يلا يا بس عنده كل شيء، عنده قلب شغال، عنده كلى، عنده رئتين، عنده رجلين، عنده يدين، بس ما عنده لعاب. والله ما يقدر يشرب ولا يقدر ياكل، اكل كله متجمع هنا، كل شيء ناشف، انواع الالتهابات، التقرحات. تخيل واحد لو يبلع ريقه ينشق، والله انك تشوفه بس يبغى يقول كلمه ينزف من داخل. طيب هذه عمر ما فكرنا ان هذه اصلا نعمه؟ عشان ما فكرنا انها نعمه صار اللسان يتحرك بسهوله، ما في الام، ما في دم يطلع، ما في تشققات، ما في معاناة عشان نطلع الكلمة، صار سهل الواحد أنه يقول كلمة تعصي تغضب رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول عطيته لعاب ما حرمته. وإذا أنعمنا على الإنسان إيش اللي يصير؟ أعرض، عنده ما يحتاج يقعد على، وانه جرب وهو يعاكس سحب الله عز وجل منه اللعاب ثم وقف لسانه، كان قال يا ذب التلفون، قال يا رب، وعرف ان له رب منعم عليه، مع انه اخذ. الله يقول اذا اعطيته اعرض. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما قال بعدها؟ قل كل يعمل على شاكلته، سوي اللي تبغاه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.